يتبنى جيل يمني شاب مسارا موسيقيا جديدا للأغنية اليمنية وسط مشهد فني وحياتي تسطو عليه التقاليد بهذه الكلمات. بدأت صحيفة العربي الجديد تقريرها والذي نشرته عن المحاولات التي يقوم بها الشباب اليمني لملاحقة أزمنة ضائعة فوتتها أجيال بالاعتماد على التعدد الموسيقي وفي بيئة لا تسمح لكثير من التطور نتيجة الحرب المستمرة. الصحيفة أضافت أن الأغنية في اليمن شهدت محطات تجديد متفاوتة قادها فنانون من أجيال مختلفة، لكنها توقفت في لحظة عندما أراد الفنان الشاب أحمد سيف إنتاج أول أعماله في 2009. تطلب منه العمل عاما وشهرين لتغطية كلفة إنتاجه، واستمر عدة سنوات بتحسن بطيء. وفقا للصحيفة فإن بعض الفنانين يحجمون عن إنتاج عمل من مواردهم الخاصة كونها تثقل كاهلهم، حيث يقولون إن وجود المنتج سيزيل عن كاهلهم عبئا ثقيلا، لكن بشرط وجود اتفاقيات تراعي حقوق الفنانين.